مرحبا، انا رودا وانا اسيل. احنا خريجين كليه صيدله بجامعه العين، واحنا كتير متحمسين بعد 5 سنين من التعب انه رح نتخرج اخيرا. فاينلي. صراحه مرقنا بكتير ظروف وكتير تحديات، كانت كتير صعبه من اول يوم دخلنا فيه لحد ما تخرجنا، بس الحمد لله احنا كلياتنا كنا قد هذا الاشي، وهين وصلنا للحظه اللي احنا عم نستناها، خصوصا ان اصلا نص مشوارنا في الجامعه كان في الكورونا وكان اونلاين، فدي كانت من اصعب التحديات اللي قابلتنا، بس الحمد لله فاينلي احنا وي اوفركم الحاجات دي. Finally, we're gonna go to our graduation. حابة أشكر ماما وبابا وخواتي لأنهم كانوا الداعم الأول والأساسي لإلي، زملائي اللي كانوا من أول يوم لآخر يوم هم معانا ولهلأ إحنا زي العيلة، الدكاترة وكل حدا كان موجود معنا. أنا كمان عايز أشكر أهلي وماما وبابا والدكاترة طبعاً وعميد الصيدلة، و I'm so thankful for the second family.